art of graphic was given several names on account of being a new form of art. Firstly, the art of engraving is an inaccurate and widely circulated term that moves us away from correctly defining our art, which is based on printing and engraving through acids, chisels, and other means of expression. Secondly, printed art is also an unspecified term imprecisely passed on textile printing, among other things. Thirdly, just the print is a general term as it incorporates any design, whether geometric, artistic, or non-printed. عشان نبتدي نحقق اي سكتش او اي فكرة ازاي اعملها لوحة مطبوعة بطريقة الحفر او بطريقة الجرافيك، زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو ميزته ان هو بيحافظ على الحالة الشعورية بتاعت الفنان، ان هو بيرسم مرة واحدة ويحفرها وكده يبقى عمل اللوحة بتاعته، فيطبع منها العدد النسخ اللي هو عاوزه. ودي يعني الميزة اللي حققها فن الحفر، لأن المصور بيعمل اللوحة ما بيقدرش يكررها تاني إلا علشان للأسف الشديد ما بيعيش نفس الظروف وما بيعيش نفس الانفعال، فهو ده اللي بيحققه الحفر. دلوقتي أنا بحاول أرسم تصميم بتاعي، بنقله اللي أنا بشتغل عليه دلوقتي ده إحدى الوسائط الطبيعية اللي هو الحفر البارز. الحفر البارز لو قلنا بمعنى بسيط، كل ما هو بارز بياخد حبر، زي بالظبط عشان الناس تبقى فاهمة زي بالظبط الختم فيه غائر وبارز، العالي بس هو اللي بياخد الحبر. فانا دلوقتي برسم على الخشب، وفي نوع تاني في الحفر البارز ممكن يبقى على اللدائن الجلد، بنقول عليه اللينوليوم. فكده انا بعمل على خشب. خشب الابلكاش ده هو احد انواع الخشب. زمان قبل ما تطلع الكاميرا كانوا بيعملوا على خشب اسمه، كنا مسميين الطريقة هو خشب بس بنقول عليه وودنج ريبنج او عرض المقطع. عرض المقطع هو نوع من الخشب بيجي من لب الشجر، بيبقى ناعم جدا وبنقدر نشتغل عليه بالإبرة، بنطلع حاجات دقيقة جدا. فكانوا زمان بيعملوا المجلات بالطريقة دي، وممكن بعد شوية اوريكم ازاي هما كانوا بيعملوا الكلام ده، او نتيجة من النتائج اللي كانوا بتعملها، لان ما كانش فيه كاميرا فكانوا بيحققوا كل حاجة بطريقة الودنج ريبنج او الخشب عرض المقطع. لو شفتوا حضراتكم النتيجة بتاعتها ما تتخيلوش ان ده محفور او مطبوع، يعني رسم، ورسم دقيق جدا زي بالظبط بعد كده الليسوغراف. احنا عملنا نعمل كده ونبتدي ناخد ازميل، هي اسمها ازميل، هي كلمة اجنبية، التولز في بعض الازميل زي بالظبط اللي هو بيستخدمها التكنيشن او الاويماجي. فاحنا بنبتدي كده احفر كده. كل اللي انا بحفره ده بالازميل بيطلع ابيض، ببتدي احفر بالشكل ده واحدة واحدة. طبعا هو للناس المتخصصين في كذا طريقة في مسكة التولز، الطريقة دي انا متعلمها من استاذنا حسين الجبالي،
لان دلوقتي وانا ماسك التولز كده بقدر اتحكم فيه، لان كل العضلات هنا بتقدر تتحكم ان انا اقدر امشي زي ما انا عايز واقف وقت ما انا عايز وارفع الخط كده. انما الطريقة المعتادة اللي معظم الناس بيشتغلوا بيها اللي هو يعمل كده، فكده بدفع ما بقدرش اقف كده، ده دفع، دي كلها عضلات دفع. اما عضلات التحكم هي دي ان انا اقدر اعمل كده. زي ما حضراتكم شايفين كده حتة السودة. طيب هنا مثلا دي حاجة كنا بنعملها قبل كده. زي ما انتم شايفين المفترض انا بغمق السطح كله علشان اللي انا بشيله ده هو الابيض، كأني بالظبط برسم بقلم ابيض على سطح اسود، زي بالظبط لو قلنا تباشير ابيض على صبورة سودة او بالنيون في وسط الاسود كده بالشكل ده. ببتدي اشيل كل اللي بشيله ده، هيطلع ابيض. هو طبعا مجهود عضلي قوي بس ممتع في الاخر، ان انت بتلاقي النتيجة بتاعتك ان اللوحة بتاعتك خلاص هي موجودة وثابتة، تقدر تطبعها في اي وقت وزي ما انت عايز. طبعا الموضوع ده ليه قوانين عالمية. القانون العالمي بيقولك ان انت البليت ما تاخدش منه اكتر من 75 نسخة. ليه؟ لان الضغط بيأثر في الالياف بتاعت الخشب او اي وصي او اي نوع تاني. لما باجي افرض ان انا طبعت اول مرة 20 نسخة، بقول برقم تحت النسخة بمضي علشان يبقى اصلية، وبقول 1/20، 2/20، 3/20. طب لو حبيت اطبعها تاني بكتب مثلا اطبعها خلاص خلصت كده، بطبع تاني بقول 1/20 بي، 2/20 بي كده، يبقى دي معناها ان هي رقم تاني. في الفنانين الاجانب بيرقم في الاول ارقام عادية، وفي الطباعة التانية او لما يطبع مرة تانية من البليت او من القالب بتاعه يعملها ارقام لاتينية. فلو اي واحد من حضراتكم حابب يقتني او يشتري يبقى عارف ان اللاتينية تبقى سعرها اقل لانها مطبوعة مرة تانية، او الارقام اللي هي كبيرة مثلا لما بقول 1/20، 2/20. طب لو 20/20، 20/20 تبقى اقل من 1/20 لان ده بيبقى في الاول. دي كلها حاجات للي هم متخصصين او اللي بيحبوا يقتنوا الشغل الحفر والطباعة او شغل الجرافيك. طيب الكلام ده لو انا حابب بقى اعمل الوان، لو انا عايز اعمل اللوحة دي الوان ما تبقاش اسود وابيض، بيبقى السطح عندي كده وابتدي اشيل الاماكن اللي انا عايزها لون فاتحة او تبقى بلون الورق. بشيل الجزء اللي انا عايزه يبقى جزء صغير، وبعدين بطبع مثلا اول لون اللي هو اللون الاصفر مثلا او اللون الفاتح، وبعدين باجي اشيل الاجزاء اللي انا عايزها تبقى باللون اللي انا عامله. انا عملت لون اصفر، فانا في اجزاء عايزها تبقى اصفر، اقعد اشيل الاجزاء اللي انا عايزها تبقى اللون الاصفر اللي انا طبعته، وبعدين اطبع اللون التاني وليكن الاخضر. طبعت اللون الاخضر، اشيل الاجزاء اللي انا عايزها تبقى باللون الاخضر، بطبعها في العدد اللي انا عايزه. يعني لو انا عندي 50 نسخة هطبعها، بطبع اللون في 50 نسخة، وبعدين اشيل اللون اللي انا طبعته كده، اقعد اشيل اللي انا عايزه على حسب بقى الطريقة او التقنية اللي انا عايزها. ببتدي في عندي في التولز حاجات كده، حاجات تديني سن رفيع، حاجات تديني سن
كده ممكن حاجات تديني عريض تاتش عريض. دي كلها حاجات على حسب الخط زي بالظبط الفرش. انت ممكن تجيب يعني شوف هنا بتشيل اهو على حسب الفرش. انت بتجيب فرشه رفيعه فرشه تخينه على حسب اللي انت عايز تعمله. بفضل اطبع كل لون كده لحد ما اوصل للاخر ما يبقاش فاضل في القالب غير اللون الاخراني اللي احنا شفناه ده. ده الجانب الفني اللي بنستخدمه في عمل اعمال فنيه. اما الجرافيك والحفر والطباعه كان اختراعها في الاول علشان تفيد البشريه او تفيد الناس زي ان علشان انقل معرفه. في الاول خالص كانوا اخترعوها علشان ينشروا الدين. الدين لما بنيجي نبص مثلا واحنا بنسمع عن مثلا المصاحف كان في مصحف كبير كده يا اما على حجر يا اما على عظم يا اما على جلد. وكنا بنشوف برضو الفراعنة بتوعنا أجدادنا بيشتغلوا على ورق بردي. طيب علشان أنشر الدين لازم يبقى في إيد كل الناس. عشان يبقى في إيد كل الناس لازم يبقى أدور على وسيط أطبعه على خامة بحيث يبقى سهل الانتشار. هي دي كان الأصل في الموضوع إن هي اخترعوا الإنسان علشان طباعة. يعني بنلاقي مثلا واحد زي اللي اخترع طباعة الحروف اللي هي عبارة عن الزنكوغراف اللي احنا بنشوف في المطابع حروف بتتجمع مع بعض زي الآلة الكاتبة. ده السيس اسمه يوحنا جوتنبرغ ألماني اللي اخترع الليسوغراف. الليسوغراف اللي هي طباعة على الحجر أو رسم على الحجر. كان راجل فنان موسيقي اسمه أليوس سينفيلدر ألماني كان بيدور على طريقة سهلة ورخيصة يطبع بها النوت الموسيقية بتاعه. فإذا كان الاختراع كان الاحتياج. الاحتياج مع ظهور الورق وانتشاره هو ده اللي سرع وسهل في انتشار الطباعة أو في انتشار القراءة وزود وطور في طرق الطباعة لحد ما وصلنا لطباعة الأوفست اللي احنا بنشوفها. والأصعب منها بقى والأسرع اللي هي طباعة الديجيتال برينت اللي هي طباعة زي طباعة الطباعة الرقمية. ان ممكن حضرتك بتعمل تصميم من غير ما تعمل زنكات ولا تعمل افلام ولا الكلام من ده وبتدي اوردر بيطبع العدد اللي انت عايزه. بدليل ان احنا في الجرايد دلوقتي بيبقى الخبر طالع الساعة 1 بالليل وبنشوفه في الجورنال الساعة 6 الصبح و5 الصبح. مبقاش فيه ان احنا نعمل فيلم ونعمل مونتاج ونقطع ونلزق والكلام ده وبعدين نعمل زنكات ما عادش في الكلام. بقى الموضوع بقى فيه اسرع بكتير. دلوقتي لو احنا شفنا بشكل عملي الاستخدام للطباعة تحديدا نمسك الموضوع من الاول خالص او مش من الاول قوي. هنتكلم من القرن التسعتاشر. القرن التسعتاشر واحنا بنشرح الحفر البارز قلنا ان في نوع عرض المقطع